خليك دايما انسان. يعني لما تطلع من بيتك لاي مكان يا ريت تقابل الناس ولو بابتسامه، وقابليهم طبعا اهل بيتك. خليك دايما بشوش، تكمل بشر محتاجين بشاشتك دي وبسمتك دي تهون عليهم الاحزان. اوعاك ترد سائل احتاجك في امره، لان ببساطه انت المقصود بقضاء امره بامر رب العالمين طبعا. ولو ما قدرتش تقضي امره هتكون ساعتها نجحت في الاختبار، وهو الاقبال على مساعده الغير. خليك حنين في معاملتك، خليك لطيف لامك وابوك وعيلتك والناس. ده لطف من اسماء الله اللطيف. ولما تكون طيب صدقني مش هتلقى غير الطيب. خليك دايما حقان ولو على حياتك، لان الظلم ظلمات في الدنيا وكمان الاخره. اشهد دايما شهاده الحق، ابعد دايما عن الزور، بر اللي حواليك. اتعود دايما لما ربنا يرزقك تطلع جزء ولو صغير من رزقك ده عشان ربنا يبارك لك فيه ويديم عليك. خليك دايما حسن الظن بالله، متفائل وعندك امل. ده الشيطان مستني حزنك فما تسلطوش عليك. اجتهد دايما في عملك وكمان اتقنه عشان ربنا يبارك لك فيه ويزيدك في الرزق فيه. خليك دايما مرفق باللي حواليك، ارفق باللي حواليك حتى الحيوان. وعاك تقلد بطش اللي حواليك وتقول ما كل الناس بتعمل كده. احب اقولك الشيطان بيزينك الشر عشان تصر عليه فتعمله فتحزن ويفرح ساعتها الشيطان. فخليك دايما انسان.